عام اصدقائي المشاهدين، مبدا الكلام يا حاسه البال من هنا من برشيفة، المقاطعه الثانيه نتاع مدينه طنجه التي جمعتنا الصدفه امام الاحباب نتاع عنوي ونتاع الشبكه العالميه، الشبكات اتصالات المغرب. نعم، مروك تيليكوم تتكلم بلهجه 4G يا عيني، من اجل التزاور ومن اجل التحاور في العالم، شبكه يروي فيها قصه الناس من اجل متعه العالم وشعوب الامه. قالوا حياة، قالوا سكينة، قالوا كتينة، قالوا رشيد. نعم، ناس من مكناس وواحد من كازا يستانفون في مدينة طنجة ويذكرون قوما كترجي انتعكم من اجل الحوار ومن اجل التواصل هنا برشيفة من محطة هذا السوق، سوق الخدارة. ناس ميزة وناس عقلية. نعم، ما تقولش هي 20 درهم ميل، ولكن يا عيني نستمتع بالكلام من طنجة الكويرة. قالوا حبيبي، قالوا بوتينا، قالوا كوثر، قالوا سكينة، قالوا الصديق يا حميد. نعم، هنا اصدقائي المشاهدين من حومة نتاع برشيفة، المقاطعة الثانية، إشادة الكلام الكلام. هذه الفرضية الغناء، وهذه اللي حبيناها مع هؤلاء الناس. هنا انوي، هنا اتصالات، ولكن سامحني يا اورانج، سامحني يا اورانج، الشبكات تختلف في المغرب، ولكن هذه ارض ارثي، ارض ارثي، هكذا يناطون وهكذا يقولون. بن شيخه، بن شيخه، مشابالي مع مروك تيليكوم ومع ارضي ابن بطوطه، المركبه 58، غدا بونا كريكيني. نعم، الشاد